Lady. بحالي بحال جميع الامهات اللي تامروا وقفوا صبروا لا ماديا ولا معنويا باش نوصلوا لهذا الزرع وهذا النبت اللي عطانا الله سبحانه وتعالى كنا واننا كنحمدوا الله ونشكروه بفرحه وباش نقول لكم بارتياح على جميع الظروف اللي مضت لا اللي فاتت العامين اللي ولا ولا الكورونا ولا دابا. الحمد لله ان ولدي نجح وجميع طلبته هما نجحوا بتفوق ما كناش كننتظروه. كنحمد الله وكنشكر المؤسسه جون جوريس باش غنقول لك ما بقيت باش نقول لان ولادنا في المراهقه عارفين ظروفهم وعارفين نفسيتهم ومالغريسا صبروا معنا وقبلوا علينا والظروف ديال الحجر شلا ما نقول كثير كثير ولكن ربي سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى والاساتذه اللي حتى هما ازرونا والاداره والاطر التربويه والاطر كلها من الباب من العساس من الشيفور من اي واحد قال انا مع هاد الناس كانوا معنا الله يكثر خيرهم. وهذا اول انجاز كنهيئت انا بحالي بحال الناس كنهيئ مواطن يكون ان شاء الله فاضل وصالح لهاد البلاد ولا اله الا محمد رسول الله وعاش الملك. هادشي اللي كنقول وهذه هي المبدا اللي عندي انا. يا الدرس اللي قريت فيها انا ماشي جون جوريس 11 يناير اصلا الاسم ديالها عطلة. On est très fiers de nos enfants et on est fiers d'appartenir à la famille Jean Jaurès, école groupe Jean Jaurès. Et on remercie tout le staff, staff pédagogique, et le staff de la direction. Et on remercie infiniment le président directeur général, Monsieur le Hajj. Et je félicite tous les étudiants qui ont eu leur bac cette année et je souhaite qu'elle ait un bon avenir et un bon parcours. Merci à vous et merci à nos parents. Merci à Al-Hajj Ibrahim, merci à toute l'école qui a été créée dans le bac des mentions, alhamdoulilah. Et inshallah bon parcours scolaire l'inakamlin, inshallah. بالنسبة للحفل اليوم يأتي كتتويج لهذه الإنجازات اللي قاموا بها الوليدات طيلة السنة وتضحيات على مستوى رئاسة المؤسسة في شخص السيد الحاج إبراهيم ولا حتى في التضحية ديال الأساتذة طيلة هذه السنة اللي بطبيعة الحال قدروا يحصلوا على نتائج مشرفة جدا في جميع الأسلاك سواء الابتدائي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي. صراحة نعتبر جون جوريس مفخرة وإضافة ليست فقط على المستوى المحلي لمدينة الدروة وإنما على المستوى الوطني بحيث أن معدلات المحصل عليها أصبحت تنافس على المستوى الوطني وهذه مدعاة للفخر لأي مواطن من المواطنين ديال مدينة الدروة. ونتمنى نشوفوا مؤسسات تحدو حدو هذه المؤسسة واللي بطبيعة الحال ما نكروش الإضافة الكبيرة اللي قامت بها تجاه المتعلمين في جميع الأسلاك التعليمية التعلمية.